مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. اليوم رح نعمل سوا لفات حجاب بالوان صيفيه منعشه، لانه الصيف كذا الوانه كلها فاتحه، كذا الوان كلها يعني تفتح النفس. فاليوم رح نعمل سوا هذه اللفات الحجاب، رح تكون جدا سهله وما رح نستخدم ابدا دبابيس. اذا كان هذه مره اول مره بتشوفوني، فانا اسمي آلاء وهذه قناتي. لا تنسوا تعملوا لي لايك وكمان تشتركوا في القناه وكمان تعملوا شير علشان تشجعوني وتكبر القناة فيكم. وبس والله خلونا يلا نبدأ مع أول لفة حجاب.